يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. اليوم إن شاء الله بتكون فوالتنا غير، وأكيد بحب أوجه تحية لزميلتنا سهام. اليوم هي إجازة وبنقولها أكيد من فريق برنامج فوالة سلامتها. والحين بنروح لركن التراث لعواطف. يسعد مساك عواطف. يسعد مساك شمروة. وطبعا دائما انا شايفه العاب حلوه واشياء. شو هذا؟ اليوم بنتكلم عن صناعه الدمى قديما وكيف كانت جزء من البيت الاماراتي ومهمه جدا خاصه بالنسبه للبنات، وفي العاب بعد الاولاد بنحاول اليوم بنتكلم عنها، بنتعلم حتى. واذا تبين بعلمك انا بديت اتعلم كيف نصنع هذه العرائس وكيف نصنع هذه الدمى. اعمال يدويه خالتي مسعيد بتعلمنا اليوم. واليوم حتى لفوالتنا بعد مختلفه، اليوم بنسوي مكثف. اوكي. فننتقل لضيوفتك اليوم. اليوم بنشوف في اخر الحلقه اللعبه اللي انت سويتيها، صحيح؟ خلاص حاضرين. أوكي. انا ببدا الحين ان شاء الله تكون لابسه نفسك. ان شاء الله. والحين مشاهدينا بنرحب بضيوفنا اليوم، بيكونوا ويانا شاعر ومصور. الى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وايمانا، يسبح الله قلبي خاشعا. ما اجمل الشعر في رمضان، حيث يوصف الشاعر هلال رمضان وايضا جماله. اسمحوا لنا نرحب بالشاعر الاماراتي راضي العامري. هلا ومرحب فيه. وايضا ويانا الضيف الثاني لليوم مصور، فالصورة تساوي 1000 كلمة، وأن الصورة أكثر قوة وأبلغ مفعولية وأوسع انتشارا من أي كلمات تقال أو تكتب، فقد كسرت الحاجز الثقافي والتمييز الطبقي بين الفئات، ووسعت دوائر الاستقبال وشمل ذلك كل البشر، فهي لا تحتاج إلى مستوى تعليمي لقراءتها ولا جهد ذهني كبير في تلقيها. ضيفنا لليوم مصور محترف. نرحب بالمصور المخرج جاسم مساهري. هلا ومرحب فيكم، نورتونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك عليكم الشهر، نورتونا. حياك ان شاء الله. يا هلا ومرحب فيكم. تفضل. قبل كم من حلقه طاح الحلق مالي، خبرنا عن رمضان، كيف الاجواء والجلسات العائليه؟ والله الاجواء في رمضان الحمد لله، يعني الاجواء هاديه والناس منشغله بالعبادات وزياره الاقارب والأحبة. الحمد لله ان الله بلغنا اياه، وحنا واخواننا واهلنا ومحبينا بكل نعم. خير، وقاداتنا وشيوخنا كلهم بخير وصحه وسلامه، هذا بحد ذاته شيء ما فرح. نعم. خبرنا عن رمضان والجلسات العائليه. اول شيء مساك الله بالخير. مساك الله. مساكم ان شاء الله دائما مرتاحين. وطبعا رمضان دائما يجمعنا بشغله وحده، يعني اللي نعم. هي الحب، الوئام، التسامح، وخاصة احنا في عام التسامح، ورمضان مر فيه، فاعتقد نحن في اجواء جميلة، مع انها قاعد تمر بسرعة مرور الكرام، ولكن الصورة مهمة. يعني اذا بتكلم عن جانب الصورة بعد، فالصورة في رمضان نحس اللي يصور الفطور، اللي يصور الاجواء، يصور الطلعة، صور العيال الصغار، توثق كل اللحظات الجميله. كل اللحظات الجميله نعم. ف يعني لو تكلمنا عن الصوره خاصه في رمضان، اعتقد لها جانب كبير، مو بس في التصوير والفوتوغرافي ولكن هم بعد الفيديو. كيف بديت هذا رمضان في هذا العام بالصور؟ صورت الهلال اول يوم؟ والله كهلال ولا المائده؟ هي دائما المائده هي اهم طبعا. يعني الواحد يوم يكون يوعان يعني ما في خلاص، فهمتي علي؟ الشيء اللي يملأ عيونه هذا، مع ان نحن اللي يملأ مش عيوننا، عقولنا. فتلاحظين اللي يدخل الجمعيه ياخذ كل شيء فعلا، ويلهم يسوي وكذا وهذا، يوم وقت الفطور تلقينا ما قاعد ياكل شيء، يعني اشياء بسيطه. فلا انا اتكلم عن موضوع الصوره بشكل عام، اللي هي الصوره اللي انت تاخذينها وتحسين بالشيء المحسوس فيه خاصه في رمضان. راضي، خبرنا عن بداياتك في الشعر، كيف؟ والله بداياتي الحمد لله كانت منذ الطفولة، ورثت الشعر من أبوي وجدودي الله يرحمهم، واستمريت الحمد لله، وصلت إلى مستوى يعني الحمد لله راضي عليه، والجمهور ومحبيني وكلهم اللي يتابعوني راضيين على اللي قدمه، الحمد لله يعني وصلنا لمستوى يعني ونطمح للأفضل إن شاء الله. نعم، خلينا نسمع شيء من شعرك، شو رأيك؟ نبدأ بالشعر؟ يلا. حاضرين. طالما عندنا قصيدة من جاره للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، الله يرحمه. ومهداه إلى جنودنا البواسل ويستاهلون وندعي لهم من قناة الفجيرة وبرنامج فوالة أن الله يسدد رميهم وينصرهم إن شاء الله ويردهم لدارهم وعيالهم سالمين غانمين إن شاء الله. آمين يا رب. والقصيدة مجارة لجنودنا البواسل ومهما نقول فيهم ما نوفيهم حقهم. والقصيدة المشهورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد يوم يقول فيها يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهد. قصيدة غنية عن التعريف والكل يعرفها. وقلت فيها يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود زايد رفيع الشاني وصوا حنا جنود الجيش لي قد باني لدوم يرقى سنود هم قدوة الأوطاني لمخلصين عهود قوة وهم شجعاني من ماضي اللي يدود ويا كم قهرنا الداني والحاسد المقرود يا كم قهرنا الداني والحاسد المقرود بالجيش والشجعاني ليكسبون الفود خلوا عدوهم فاني لفعلهم مرصود هم خيرة الشباني وممنين العود يشهد بهم ميداني وتشهد بعد الحشود ويا كم نفعنا العاني بالموقف المشهود وابوي قد وصاني اخلص بجهد وزود لاجل الوطن والباني والقايد الموجود خليفة رفيع الشاني راعي الكرم والجود وابوي قد وصاني اخلص بجهد وزود لاجل الوطن والباني والقايد الموجود خليفة رفيع الشاني راعي الكرم والجود ولاجل الوطن لاجل الوطن والباني والقايد الموجود خليفة رفيع الشاني راعي الكرم والجود يسوى الوطن لعياني والروح والمجهود وجريت عذب الحاني لاجل الوطن منشود ويا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود. صح لسانك ما شاء الله عليك. جميلة جدا. يستاهلون جنودنا البواسل ومهما نقول فيهم ما نوفيهم حقهم. صحيح. ما تفكرون تسوون عمل مشترك؟ أنت أصبحت مخرج فيديو كليبات صحيح؟ انتقلت من التصوير الفوتوغرافي لتصوير الفيديو كليبات، ما تفكرون تسوون شيء مشترك كشعب؟ والله فيديو كليبس؟ المخرج جاسم تشرفنا اول شيء بمعرفته طول عمرك وهو غني عن التعريف والكل يذكره بالخير والانسان المبدع سبحان الله دائما يلفت الانتباه. صحيح. وجاسم ما شاء الله عليه يعني له عوايد فعلا في هذا المجال نتمنى لها المزيد من النجاح والتوفيق والتقدم ان شاء الله. آمين يا رب العالمين. واما بخصوص التعاون تشريف لي ان نتعاون عنده وعند غيره طول عمرك ان شاء الله وان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله. ان شاء الله. كيف انتقلت من التصوير الفوتوغرافي لتصوير الفيديو كليبات؟ هو طبيعي اصلا ما بين التصوير الفوتو والفيديو في تجانس كبير في هرمون طبيعي ان في ناس عندهم تخصصات في مجال التصوير بشكل عام، عندهم العمق الموجود الصوره، الاساس هي الصوره اصلا بالاساس. فتطلع من الصوره وتنتقل للفيديو، الفيديو هي عباره عن فريمات، عباره عن صور. الصور متحركه. فكيف يصير هذا التجانس؟ كيف تصير الشغلات هذه؟ فمن مجرد اني اشوف الزاويه، الزاويه عباره عن صوره. فخلاص اتحرك معاها، تتحرك معاها الصوره. فتصير فيديو، لكن بالنسبه للفيديو، الفيديو له صدى اكبر. نعم. يمكن لان الصوره متحركه، لان في حس، في شاعريه، في شغله يمكن تتحدث احس اكثر من الصوره، الصوره احسها نعم. جامده، صحيح؟ نعم، انا يمكن اقول لك بعض الاحيان الناس تشوف ان الفيديو توصل الرساله بشكل كامل. صحيح. وفي بعض الناس تقول لك لا، لان يمكن انا احرف من هذا الفيديو ويصير على كيفي. اطلع الصوره اللي انا ابغيها. فيوم اتكلم وياك اقول فيديو واطلع الصوره، فهي اصلا بالاساس هم مرتبطين مع بعض، ولكن اساسا هي الصوره ومن ثم تطلع منها الفيديو. نعم. انزين سؤالي الحين، الصوره تقدر تتكلم مثل الفيديو؟ الصورة ممكن لها معاني كثيرة من بس الممكن مقيدة. ولكن أن الصورة أحس شوي جامدة صح يعني، ولكن بعض الأحيان ممكن فعلا مصور تتكلم الصورة أكثر من الفيديو. طبيعي الصورة يمكن أنا أجسدها بطريقة معينة ويمكن أترك فيها بصمة أو أترك فيها عمق لا يعلم فيها الآخر، ولكن صحيح. الفيديو أعطيه سيناريو معين وأبنيه على الشيء اللي أنا أشوفه. نعم. وشو اللي أبغيه بالضبط؟ هل أبغي دراما؟ هل أبغي رومانسية في الموضوع؟ هل أبغيها تكون حماسية؟ هل يعني هو الخيارات تكون موجودة. نعم. وأنا أختارها وأبنيها على الشيء اللي أبغيه. لكن بعض الأحيان الفيديو ممكن تكون صامتة، يكون فيها موسيقى، فهمت علي؟ أنت تقدرين تستنتجين من هذا مثل الصورة. نعم. والصورة ممكن أخليها صورة هم بعد أخلي عليها موسيقى واستنتج منها شغلات كثيره. فكلاهما يكمل الاخر، ما نقول هذا افضل من هذا، ولكن الفيديو ممكن اقول اني اقدر اجسد واوصل للناس اكثر يمكن الصوره انت تشوفينها يمكن ما تقولي انا ما فهمت منها شيء، بس الفيديو ممكن تقولي بعد انا فهمت منها، وفي نفس الوقت ما فهمت. هي تعتمد على حسب الاذواق، الناس كيف تفهم، الناس كيف تشوف بالطريقه هذه. انزين شو الاصعب؟ يعني احس الصوره ممكن تعديلها في الفوتوشوب صحيح؟ نعم. ولكن الفيديو صعب تعديله وتضبيط الفيديو بطريقه ان اذا كانت الاضاءه مو بزينه، نعم، او ان في شيء طالع في الصوره او في الفيديو انه مو اوكي، صعب تغييره صحيح؟ اليوم وصلنا لتكنولوجيا ما في شيء اسمه صعب. يعني كل الامور حتى اليوم في الفيديو اصبح في فوتوشوب ما في شيء اسمه صعب اليوم. الاشياء كثيره ممكن احنا نجسدها ونسويها. يعني في اغلاط وايد تصير، لان يمكن اغلب الاحيان انا اشتغل عفوي، اغلب الفيديوهات اللي اسويها عفويه. نعم. واحب الشغلات العفويه دائما لان فيها واقعيه اكثر. يعني ما اقول فيها عمق، لان يمكن اقول لك اشتغل فيلم ولا اشتغل سينما ولا اشتغل هذا، لا، اكثر الفيديوهات اسويها اللي هي للسوشيال ميديا، الانستغرام، اغلب المواقع الاجتماعيه اللي لها صدى كبير ومعتمده على الدقيقه. نعم. فكيف انا بالدقيقه هذه اوصل رساله معينه او اوصل حسي بالطريقه اللي الناس تستوعبها، واليوم صحيح. الناس تحب ترى على فكره مقاطع بسيطه. يعني انا في بعض الناس ما لهم خلق يشوفون 5 دقائق ولا 10 دقائق صحيح. فاليوم الدقيقه اشوفها صارت من نصيبنا بشكل عام، سريع وايد نعم. صحيح. نعم. تجذب المشاهد او تجذب الشخص في السوشيال ميديا عن طريق ثواني معدوده، اذا قدرت تجذبه بيكمل الدقيقه حتى. وشوفي كل ما قلت الثواني صار موضوع اصعب بالنسبه لنا نحن كمصورين صحيح. ليش؟ حتى كمونتاج، لان دائما الرساله كل ما كانت كبيره يمكن انا افرعها ك 1 2 3 4 اوصل رساله، خاصه الرساله توصل، مرات يمكن اسوي لها لغز معين، ولكن الدقيقه كيف احصرها وكيف اقنعك وكيف اوصل الموضوع بشكل ان انت تفهمينه نعم وتنتبهي له، اعتقد ان هذه محتاجه الى ذكاء نوعا ما صحيح. يعني هذه بعيد عن المقاطع الكوميديه والمقاطع المضحكه، المقاطع اللي عارفين شو بيصير اخر شيء صحيح. لكن المقاطع الحسيه العاطفيه اللي فيها زوايا، اللي فيها صناعه صوره نعم. هذه اعتبر انه لازم يكون في عند يكون في شخصيه تكون فيها كريتيف ان هي نعم. تصنع الصوره صحيح. بالطريقه هاي. راضي، كيف تاثرت بعائلتك من الناحيه الشعريه؟ والله الحمد لله تاثرت بعائلتي. يعني الوالد الله يرحمه كان شاعر الله يرحمه، واخوي الشاعر حسين بن الصادقيه كان دائما يوجهني وينصحني ان اقرا قصايد واستمع للقصايد، فلاحظت ان يعني طورت من نفسي واستفدت من النصائح اللي كان يقدم لي اياها نعم. وكانوا يدعموني اهلي ويشجعوني وما قصروا، ووجه لهم تحيه من برنامج فوالة وهم يتابعوننا الحين، يعطيهم الصحه والعافيه امين. والحمد لله يعني وصلنا لمستوى الحمد لله الحمد لله. انزين شو اكثر قصيده قريبه لقلب راضي؟ اكثر قصيده مقربه لراضي الله يسلمك، قصايد كثيره يعني تكون قريبه من الشاعر تحس ان هذه انت عبرت فيها عن نفسك. والله القصايد كلها يعني غاليات وقريبات، نعرف ان كلهم حلوين لكن واحده والله واحده صعبه الواحد يختار، ولكن الاقرب لك يعني مثل ما تقول ان قصيده يقول فيها اسعدتني واسعدت قلبي يا منيتي في كل حزات، غديت لي قوتي وشربي ونسيتني كل المعاناه، الله انت دواء روحي وطبي وانت قناتي والمسرات، اشتاق لك لو كنت قربي والشوق لك يا الخل بالذات، بالمختصر يا نور دربي ما توصفك كل العبارات. الله صح لسانك نرد لك. هو تغزل هو لا تبين الصراحه من الكلام اللي قاعد يقوله وكانه قاعد يرسم لي صوره الحين صحيح. قاعد يرسم لي صوره حلوه. شو الصوره اللي رسمتها؟ لان انا بالنسبه لي دائما الكتابه شيء جميل، يعني دائما اذا ربطناها بالصوره يطلع شيء ثاني. هو يتكلم عن حسه ويعبر عن ما في داخله، ممكن أنا أنقل الصورة هذه، يمكن أطلعها، يمكن أجسدها في مجسم معين، في صورة معينة، يمكن أصنع فيديو معين وهو قاعد يعبر عنها. فاليوم أنا أشوف دائما التعبير، الشغلات هذه، الثقافة هاي ثقافة بشكل عام يعني منها الكلام ومنها الأسلوب ومنها، لأن نحن كل حواسنا قاعدين نعبر فيها، قاعد نشتغل فيها نعم. فهذا شيء عظيم، شيء جميل. فأنا على فكرة من الناس اللي أعشق للشعر، بس ما أعرف والله ما أعرف يعني يمكن ما أعرف كيف أكتب، ما أعرف أسوي. وتكلمنا عن الموضوع هذا عن إن لابد يكون موضوع الموهبة في حياة أي إنسان، الموهبه مهمه جدا. اي انسان مثل ما قال اليوم كنا على فكره نتحاور قبل ما ندخل على البرنامج عن موضوع الفطره والامور هذه، انه فعلا اي انسان بالفطره ممكن يعطيك شيء عظيم. نعم. تعتمدين عليه. ليش تعتمدين عليه؟ لان هذا انسان ممكن يعطيك الافكار يعني بلا حدود. صحيح. سبحان الله بلا حدود، يعني ممكن يطلع الفكره اليوم باكر ورا باكر، مش وظيفه، هو ما يعتبر موضوع وظيفه، هو يعتبر بحد انه حتى لو انا جيت استغليت هذا الشخص ممكن يطلع منه وايد اشياء. فاليوم انا اشوف استغلال الشغلات هذه وخاصه المواهب، الناس اللي عندها تخصص في هذا المجال لابد يدعمونهم، لابد انه يرفعونهم شوي، لابد انه يختارونهم من بد الشخصيات اللي هي نقول عنها جت على اساس انها كوظيفه تستغل او الى اخره. ولكن في ناس ممكن تطور نفسها. نعم. بس بعد ارجع واقول الفطره مهمه، فطره مهمه. حتى لو تسالين الحين ايش بيقول لك؟ يقول لك انا عندي حد من اهلي، حد من اقاربي انه فهمت عليه بنفس المجال هذا. نعم. هذا شيء مهم بعد. نعم صحيح. وانا ايد كلام جاسم بخصوص الصور الشعريه او الصور الفوتوغرافيه، فدائما هي تكون رساله ولها معنى، والشاعر المبدع والمصور المبدع هو اللي وصلها للمشاهد او المستمع. فدائما يعني يكون في تشبيه يعني في الشعر وفي التصوير وفي هذه الامور يعني. صحيح. وانا اشوف ان نحن ترى على فكره بالنهايه قاعدين نقدم نطور نفسنا بس نقدمه للجهه الثانيه اللي هي الناس. فنحن واجهه جميله وثقافة جميلة. صحيح. لابد تطلع، لابد تكون امام الناس، لابد يعني انا اشوف الجانب هو جانب الجانب اللي هي الجانب الراقي، الجانب نعم. اللي فيه ذوق الكلام هذا، يعني كشعر هذا الكلام وين ينقال؟ صحيح. يعني منو اللي يقدر يقوله؟ يمكن احنا نسمع كلام خفيف اليوم ونسمع صحيح. اغاني خفيفه ونسمع اشياء بسيطه، هاي عشان تمشي حال. ولكن الناس اللي لها موازين معينه، عندهم قافيه معينه، لا يا جماعة الخير، هذا مش طبيعي. نعم. هاي حالات نادرة احنا نسميها. صحيح. الله يطول عمرك. بالعكس انا ما قاطع كل حد مبدع في مجاله وفي الشيء اللي يقدمه. يمكن انت مرات تكون يعني مثل ما تقول سواء كنت مقدم او شاعر او مصور، يعني تقدم شيء سبحان الله يعني تلفت الانتباه وتكون مبدع وانت يعني يمكن ما تحس بهالشيء. نعم. ولكن المشاهد يحس اكثر يعني في الاشياء. أنا أشكركم، أنتم مبدعين في كل ما تقدموها، عسى الله يوفقكم إن شاء الله. آمين. إن شاء الله يا رب يوفقك يا رب. كيف تسوي الفيديو كليب؟ كيف تحط الفكرة؟ يعني الحين يوم كان يقول الشعر راضي، قلت أن رسمت صورة. أنا بسألك كيف تقدر تسوي الفيديو كليب؟ الصورة أظني هي فكرة تيك وتحاول تلقاها في الحقيقة، يعني تدور عليها. في الفيديو كليب كيف؟ زين. بنروح بنجيب حلو القهوة. حلو. نتكلم عن حياتنا. على فكره الحين هذا اللي سويتيه سيناريو يعتبر. ليش؟ هاي اللي قمتي وصبيتي قهوه هاي سيناريو، يعني هاي الحركه هذه روحها مشهد. اوكي. فاهم علي؟ فدائما فيديو كليب يعني؟ اي يعتبر فيديو كليب. فحياتنا نحن اوريدي عايشين، انا اعتبرها بسيناريو صراحه. يعني يمكن انا مرات اكون سعيد واطلع، مرات احزن، مرات هاي كلها سيناريو تصير في حياتنا. نعم. فكل شيء بكتابه. شكرا. لا تستاهل. تفضل. فكل شيء بالكتابه، كل شيء بالطريقه اللي هي نحن نتخيلها او أوكي. تصير بالواقع، فكل شيء يكتب يعتبر سيناريو. نعم. انا اذا قعدت وكتبته، اما كتبته في بالي في ذاتي او في ذاكرتي، ولكن عندي شغله ثانيه يمكن اكتبها في ورقه. نعم. وهم بعد اطلع منها سيناريو. هو الكلام اللي قاعد يقوله بنفس الموضوع، هي عبارة عن كتابة، عبارة عن سيناريو، فهو ماشي. يمكن هو عنده سيناريو آخر بس هو قاعد يستنتج لي وقاعد يعطيني المشهد الأخير، يمكن يعطيني الحلقة الأخيرة. أوكي. صح ولا لا؟ تكتب على ورقة وعقبها تروح تصور. طبيعي كيف. لابد، لأن هذه تعتبر مثل الشغلات اللي بسويها، ولابد تكون كذا ولازم تكون كذا، يعني ما في شيء اسمه تعال وسو. أوكي. طبيعي يعني يوم بجسد صورة أو أنا بصنع صورة أعرف أن المشاهد بيشوفها، بس أنا كمشاهد أو أنا كمونيتير أقصد، المشاهد لابد يعرف النهاية. زين، قبل ما أنا أعطيه هاي الشغلات اللي هي المشاهد مثلا اللي أنا أصنعها، بعد لابد أني أكون بداله، أكون كمشاهد وأتخيل الشيء اللي قاعد أسويه. يعني هو العمل مني وفيني، أنا أصير مونيتير وأصير مصور وأصير مشاهد نفس الوقت. أوكي. ليش؟ لأن العمل يكون كامل، والكمال الله سبحانه وتعالى، وبعدين أحوله للمشاهد، فالمشاهد توصل له الرسالة، وهذا شيء مهم. يعني في ناس ممكن تصنع لك صورة، هو لأنه هو كمصور يعرف يصور، لكن أنت يوم تشوفين ما تشوفين في نهاية في الموضوع، أنت شو قاعد تسوي بالضبط؟ والله هاي كذا، لا، أنت لابد تكون عندك، يكون عندك مسج، عندك رسالة لكل فيديو تسويه. نعم. مثلا أنا طلعت مشاهد فرحة مثلا، أقصد الفرح فيها، مشاهد حزينة أقصد الحزن فيها. تعبر عن اللي بداخلك مرات الصور؟ طبيعي طبيعي. يعني يوم تكون حزين تحاول أن تدور على شيء فعلا حزين علشان يوصف الصورة، تتكلم عنك وعن مشاعرك. كلامك وايد جميل على فكرة، يعني كيف الإنسان يكون حزين ويعبر عن حزنه، لكن مش بطريقة أني أنا أحزنك، لا، فهمتي علي؟ يوم تكون حزين تحاول ممكن أنا أتفنن بهذا الحزن ويطلع شيء جميل، فهمتي علي؟ يعني أنا يمكن هاي، وتعتبر هاي طاقة سلبية في الإنسان. ليه؟ كيف أحول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية وأنقلها للناس بشكل جميل؟ يعني إحنا نشوف أغاني مثلا. عندك رسالة. عندي رسالة. أنا عندي أغاني عراقية، زين؟ أغاني حزينة. أغاني حزينة فيها إيقاع سريع. إذا شو المعنى من ذلك؟ فهمتي علي؟ حتى نحن سمعنا أنا بقول لكم إن أنا حزين ولكن أغاني استانسوا. لا، وتشوفي واحد يغني يعني أغانيهم، يعني واحد يغني أغاني يعني هو الكلام حزين. صحيح. وانت كيف قاعد ترقص على حزين؟ يعني او كيف قاعد يعني كيف انت مستانس على الحزين؟ فهمت علي؟ فهذه شوف يعني وين وصلت الاستفاده؟ ان الانسان ينقل هذا، يعني بالنهايه ممكن انا اتغنى على حزني وخلاص. صحيح. يروح. على فكره صح، انت سلطت الضوء على شيء ما كنت منتبهه عليه، اللي هو انه قبل ايام، قبل يوم كنا نسمع الاغاني حزينه نحزن فعلا، تحس بشعور ان انت حزين. اليوم يوم نسمع الاغاني المنتشره تحس انها تسمعها كلها كلمات حزن ولكن تستانس، يعني ما في شيء، ما تعطيك اي انطباع سلبي يعني، لأنه صار في وعي، صار في كنترول دائما. صحيح. كنترول الحياه ليش استوت؟ عشان احنا نستمتع، متاع للدنيا، احنا نستمتع فيها بس. فالمتعه في الموضوع دائما الاشياء اللي نحن نسويها. نعم. دائما احنا ترى نشيل اعمارنا ودائما نتضايق والامور هاي، مع انه ما في شيء يستاهل. فاللي عنده شيء يبدع فيه ويسوي ويشتغل انا عندي والله اعرف، يمكن انا شخصيا عشت في فتره كنت وايد مضغوط فيها. جيت فكرت في نفسي كيف انا انقل الضغط هذا الى نجاح، وفعلا خلال فترة بسيطة أنجزت هالشيء وفعلا نجحت. لكن البعض كان هل يدرك أن فعلا كنت حزين؟ يمكن عادي ما يدرك أو ما كان على يحس. فكرة في يوم الشخص يكون حزين يكون عنده طاقة، يوم يفرغها في الشكل الصحيح أحس أنه بيزيد خطوة من النجاح، يعني بيوصل لخطوة أكبر من النجاح. أيوة، هذه ترى هي الحياة كذي، دام أن الله عطانا شغلة اللي هي بالفطرة شيء جميل. يعني أنا قاعد أقول أن الله عطانا إياه، الله ما يعطينا شيء إلا هو خير لنا. صحيح. فليش أنا ما أستغله كخير؟ نعم. ليش أنتظر من الغير؟ ممكن يواسيني، يا أخي أنت عندك كل الأدوات، كل الأوبشن موجود. صحيح. غير من نفسك فيه، حاول تعطي شيء حلو. نعم. لا تعطيني شيء تحاول تقلد فيه الناس، لا تعطيني شيء تحاول أنك فلان أوها، عطني شيء أنت تشوفه صح وبنيه صح وطلع عليه بشكل حلو. صحيح. فهمت علي؟ كأني نعم. أنا يعني بيت وكان مكسور، رممته وعدلت فيه، ممكن أجرته أو ممكن بعته. مثل الصينيين أو اليابانيين يوم ينكسر الصحن. نعم. يلصقونه ويحطون فيه ألوان ذهبية وألوان. نعم. فتحس أنه أصبح قطعة جميلة جدا وهو مكسور ومرمم. فهو هذا شيء وايد جميل. أيوة، مثل ما نقول نوصل لمرحلة، وممكن هذه أنقلها لصورة على فكرة، ممكن ننقلها على صورة. ترى هذه ان كيف نحن من الشيء المكسور. صحيح. نطلع شيء حلو فعلا. ليش ما نعتبره جزء من حياتنا؟ وترى على فكرة ما في شيء يتم على حاله، على نفسه، ولكن شيء يترمم ويتعدل ويستوي شيء حلو ويتغير. صحيح. لكن في توظيف معين، انا يمكن اوظف الاشياء في اشياء معينة. يعني هاي الحياة كذا، من الشر يبدا الخير ومن الخير يبدا الشر، هو عبارة عن تبادل في الحياة. نحن قاعدين نتبادل، ليش نحن نتبادل الكلام، نتبادل السوالف، نتبادل الأشياء اللي بيننا؟ زين، في أشياء ليش ما نتبادلها أيضا؟ هي اسمها الخير والشر. ليش أنا أشيل على حد وأحط وأسوي؟ ليش ما أبنيه بمستقبل؟ ليش ما أبنيه بنجاح؟ فهمتي علي؟ واطلع فيه بشيء حلو بالطريقه هذه. يعني مثلا انا على سبيل المثال لو تكلمت عن الشاعر، الشاعر عنده موقف معين صار مع حبيبته مثلا، زين؟ بعض الاحيان ممكن يكون من خياله، صحيح راضي؟ ممكن يكون من خياله مو بواقع تكتب وتتجسد عنده شخصيه معينه، تتجسد عنده فكره معينه ويطلعها، زين بس انا ما اسمعها ممكن اخذ منها استفيد واستمتع بعد نفس الوقت. صحيح. ولا شو رايك؟ لا لا ما يحتاج. راضي الكلمات اللي تكتبها في شعرك من الواقع ولا في اوقات ممكن ان تتخيل شيء وتكتبه، تحاول تعيشه علشان تكتبه؟ دائما الواقع يكون اجمل من الخيال. دائما ليش؟ لانها تكون قريبه من الشاعر والمستمع، يعني يحس انها واقع وما فيها مبالغه يعني. أوكي. اما اللي فيه الخيال ممكن انك يعني تضيف بيت خيال على سبه انك تستمر في القصيده نفسها، يعني مثلا الحين كتبت بيتين او 3 ابيات ووقفت القصيده مثلا، فممكن انك تضيف بيت خيال عشان ويش؟ تستمر وتكتب، تتجاوز هذه النقطه المحطه اللي بتوقف فيها يعني. صحيح. فتكتب يعني شبه خيال او صوره شعريه، فعقب تدخل في الواقع اكثر وتتعمق في الواقع اكثر. بس دائما القصيده الواقعيه والمقربه واللي على مواقف تكون يعني هي الافضل يعني. نعم. هل شاركت في مهرجانات تراثيه في الشعر؟ وشو هذا الشهر أو اول مشاركه لي في برنامج فوالة، وتشرف لي اني اشارك في برنامج فوالة، لان البرنامج هذا يدعم المواهب المتعدده، والصراحه يعني فكره البرنامج وايد جميله لانها ما احتكرت على مجال معين، يعني سواء شعار او مصورين او احتكرت على يعني كانت على مستوى كبير يعني ومتنوع ومتعدد يعني. نعم. فهذا تعطي للمشاهد انه ما يمل يعني من شيء، يعني مش كل المتابعين متذوقين للشعر ومحبين للشعر، في ناس يعني يبون يستفيدون مثلا من اخونا جاسم يعني من تجرباته، من الاشياء اللي سواها في حياته. ممكن الحين يعني المشاهد يكون يعني تو بادئ في المجال هذا واستفاد. نعم. وهو كان على الاساس انه متابعني يعني مثلا. صحيح. فاستفاد من الضيف الثاني يعني اضاف لها. نعم. اضافه ايجابيه. من ناحيه الامسيات الشعريه والمهرجانات هل شاركت؟ المهرجانات شاركت في مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبه، وشاركت في مهرجان سوق القطاره، ونشارك في مهرجانات الوطنيه المناسبات. نعم. الوطنيه نشارك فيها الحمد لله. كل التوفيق لك. وشاركت بعد في برنامج الميدان بطوله الشيخ سيدي حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع الله يطول عمره، ومن هذا المنبر مبارك لهم معازيبنا على الخطوه الطيبه، والله يديم له فراح ان شاء الله في دار الحي ان شاء الله، وفي الامارات كافه ودول مجلس التعاون والخليج كامل ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا لك جاسم، الاشياء التراثيه تعني لك في التصوير؟ تحس انه ممكن تغريك ان تصور؟ اكيد. التراث هو عمق. من انا استوحيت السؤال من استوديو فوالة. نعم. هل تحس أنه تبى تصوره؟ طبيعي، لأن شوي التراث عمق، وبعدين ما له نهاية، تاريخ هو. التاريخ يعني أنا لو أتكلم أنا يمكن من الجيل الأولي شوي. من ناحية يعني الأول كيف كنا عايشين وكيف اليوم وكيف هذا وكيف كنا نقعد وكيف كانت لمتنا وكيف ما أقول اليوم ما شيء، لا اليوم شيء، لكن شوي الأمور تغيرت ما بين قبل. صحيح. وبعد يمكن حسب الاولين الكبار راحوا عنا ولا بعدهم، يمكن الزمن شوي تغير، ولكن يعني انا الحين عندكم بالاستديو اشم ريحه القاق عقب شوي، هي ما شاء الله يعني ميوعينا ما شاء الله عليكم. بنيب في البريك الحين. اي والله يعني شوفي هالاجواء هذه، هاي الاجواء الحلوه الواحد يقول عنها، يعني مو بس بالصوره، الناس يمكن ما قاعد تشم ريحه المكان. صحيح. ولكن نحن كقاعدين نشم ريحه المكان، نحن نوصف لهم، يصير عندنا اي حس داخلي ان نحن نعبر فيه. نعم. فبالنسبه للتصوير خاصه في تصوير التراث، ما في يوم ما صورت فيه منها قلعه. نعم. ولا شيء جره ولا شيء، هذا مستحيل، يعني تحسين ان سبحان الله الصوره هي تعبر عن ذاتها. نعم. نعم، يعني دائما الشغل لانه هو شغل متعوب عليه، الفخار، الامور هذه، كيف المباني الاوليه كانوا يسوونها. نعم. يعني نتكلم عن الاجواء، يمكن يعني هاك اليوم انا كنت سايق قلعه من القلاع عندنا الجاهلي اللي عندنا في العين، كنت ماشي يعني تخيلت بس من مجرد دخولي اني وكاني اسمع صوت اطفال فيه. نعم. وكأني قاعد أسمع صوت الأجواء، العصافير الموجودة، الناس قاعد تمشي، أسمع صوت الرمل يعني، وأسمع صوت الصخور. شوفي هذا التخيل وين قاعد يوديني فعلا. وكأني قاعد أسترجع للماضي اللي قبل وكيف كان. فأقول في خاطري كيف الناس كانت عايشة في هذه المباني، كيف عايشة، كيف كانت أجواءهم صحيح بهالطريقة هذه. نعم. أدريبكم يعتوا من ريحة الرقاق، ترى قلتها أنا بنروح بريك علشان تاكلون ونرد لكم مشاهدينا فاصل سريع ورادي لكم، خلكم ويانا. والثانية لا. ليش؟ بالهنا عليك. مشكورة. حبيبتي على قلبك. عندكم كل شيء صح؟ لا والله مقصرين ويانا اليوم ما شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا عقب الفاصل، والحين بنرد لك راضي وجاسم. يا هلا مرحب فيكم مرة ثانية في برنامج فوالة. الله يرحب بالشباب، الله نرحب بالمشاهدين. يعني أنا صراحة عشنا أجواء الفوالة صراحة، تفولنا ونسينا المتابعين، ما مسينا عليهم، نمسي عليهم بالخير وعسى الله يفرحهم إن شاء الله، ونقول لهم تابعوا برنامج فوالة صراحة من البرامج المتميزة، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله. راضي بنسمع شيء من شعرك لين ما ناكل أنا وجاسم، لأن أنت أكلت تحت الهواء صح؟ نعم. نحن ما أكلنا أنا وجاسم، الحين أنت بتقولنا شعر نحن بناكل إن شاء الله. أنا شو رأيك؟ ما أدري، كنا تحت الهواء وعلى الهواء، الأمور طيبة إن شاء الله الحمد لله. بنسمعكم قصيدة يقول فيها، يقول حق لي لا صرت طماع ما دام صوتك هو مناعيه، ولبى العيون السود لو ساعة اللي أناظرها بسماعيه، والنور من خدك اللي شاع مفروض نكتب له رواية، والزين لي من زين الأطباع في ذمتي حايز رضايه، والزين لي من زين الأطباع في ذمتي حايز رضايه، وزينك تجاوز ثلث ورباع وحسنك تعدى لي معايا، وشوفتك تبري كل وياع وشوفتك عندي هوايه، ويحق لي لا صرت طماع ما دام صوتك ومناعيه. الله الله صح لسانك. صح الله ابدا. الحين عواطف ايش حالك؟ الحمد لله تعلمت. انا شفتك تسوين شيء، شو هو؟ هذا هو وايد صغيره. البداية هذه البداية بس حلوة. اني اتعلم بعد النوع الثاني، بس يعني احسها شيء، احسها حزينة. كيوت نفسك صغيرة. خالو اليوم خالو مسعيد بتخبرنا عن صناعة الدمى قبل، ومنو علمت خالو متى كانت البداية؟ علمت الأم يوم كبرت شوية، يعني كنا تقريبا 7 سنين كذا، هي اول تسوي واحنا تعلمنا مع، انا سويت لاخواني للبنات، تعلمت تميت عشت علي. سويت علمتنا بعد كيف نسوي الكربة، هي هذه ونسوي بعد عليها العروس، ونشيلها والاغراض نسويها. هذا هو اسمه الخري، سوينا تحته هذا شالين فيه الاغراض، هو هذا الخري. وسوينا نخيطه يعني من يونية العيش، نقصصه بمقص ونسوي عادله، نلبس العروس، نشيل سامانها وفيه وثيابها وكل شيء. العروسة ونشل. والولد بعد سوينا له الحطب، سوينا الحطب. يعني في العاب للاولاد، في العاب للبنات. هي للولاد بعد كذا يشلها الحطب، هو الولد وش الحطب، والسعن اللي يسموه السعن، يشلوا فيه الماء ويشلوا فيه السح بعد ربعه، سعن في يسموها الكروه، هي كله من جلد الحيوان هذا. واحنا عاد الحين بس انه هاي طفولتنا، وهذه هذا الحبل عسى تسحبونه. هو عاد انا سويت هذا الخلقه، بس هو من الحبل الكمبار من النخله، لانهم وش يسحبوا. احنا عاد سوينا هذا الكمبار، يعني يا اهل يسحبوا ولا شيء، والاول ما شيء ما من الخلقه، ما نحصل الحبل سوينا هذا، ولم شيلتنا والولد من وزاره وشطر وسوى تبعد. المهم يمشي يلعب، عن نلتهى عن الام، عن تسوي لها حشره ولا شيء وتشتغل، احنا نلعب نسوي هذا ونسوي له بي وتحصى، نصفه في الحصى كذا ونسوي. هذا بيتي انا، هذاك بيتك انت. وكل وحده تسوي لها يعني اكثر من وحده شيء؟ نسوي لها 200 عاد، هي الكبيره ونسوي لها عاد كما هذيك الام وبنتها، ونسوي بعد الريال هو ولده راكب على الجمل. وهذه يعني تعلمنا. الحين طورتها انا، سويتها بهذا بالحشو هذه كبيره، هي الكبيره هذه. في اكبر بقى معي بس ما جبتها انا، لان المكان هذا، وسويت لها التلي وسويت لها هذا وسويت البرقع وسويت، حتى اول احنا نسوي برقع. نسوي برقع من اول، نسوي القرطاس لين هذيلا نسويهم هي ونخيطهم بالابره وللعرايس وكل شيء. والريال لا، الريال نسوي له عقال اسود من القد هي نسويهم نعدله مره كذي. هذا كان مسوي له عقال ومرددتنه. أنا هذه لعبة الأوليين، ما عندهم ألعاب بالدكان ولا شيء، هذا ألعابهم. بنت يارتي ما تعرف، سوينا لها وحطيناها سوت. صار مع فلانة بنت فلانة بتسوي لكم عروسة بتسكتوا، يا بتعخلقة من ثياب أمها ولا قديم يعني ما شي جديد. ما شي جديد، كله علم حينا ما يبوه، قصصنا ولعبنا. وهذه لعبة أول ولعابين أول وكل شيء يعني كلهم يستخدموا مال أهلهم. القديم او زاربوهم مصربوهم كل شيء. نلعب نصير نرعي الهوش، شالين عرايسنا ورانا نلعب مكمله. هذه تلعب وهذه تلعب وهذه، يعني بدل ما نتضارب ما شيء، قلوب بعضنا وبعض نحب بعض. وتتعلمون تسوونها انتم بعد؟ هي نتعلمها. وهذه لا خلو، هذه تعلمتها من امي، امي تسويها لاخواني ولا بنات جيراني. امي ما قالت لي انت صغيره ما تعرفي، خلي امي لين تروح وبعدين اشتغل يوميه وهي اللي تساليها. شافتها حلوه زينه، هذه لعل يوم يصيروا مكان ولا شيء خطره يسموها، حطوها على راس الياهل وسووا. وبعد شفت وحده صغيره، هذا يسموه الكلبوت، هذا مال المولود. المولود سووا الكلبوت على الياهل، لبسوا له ويخيطوا، ما يحطوا له فصمه، الفصمه انها تعوره ولا شيء. هذا بعد الولد يعني يوم بيشلوه بيصيروا مكان يبل ولا بيصيروا يرعوا، لازم عيالهم وراهم تتون، ما حد بيودهم له، شلهم بعد حطوا عشان ما يدخل الهواء باذنهم، بعد نفس الشيء. هذا اسمه كلبوت، وهذا القحفيه. هذا الحين هذه المطرزه، هذه يسموها المكحله مال الكحاء، فيها الاثمد. اثمد الحين فيها. والحين تسوين شيء يعني نفس هذه ورش للبنات يتعلمون؟ البنات علمهم بالمدارس، علمتهم هذه وش المكحله، علمتهم العرايس هذه، علمتهم هذه بعد من بالشمع. هذه بالشمع بعد. شو الفرق بين هذه هذه يعني تلزق عندهم، يعني مو خياطه. ما يعني خياطه، هذا كله لزق، لزق بالشمع. في بنات يعني ما يعرف يستخدموا الابره، استخدموا كذا، علمتهم بعد. وهذا بعد اللي وريتني اياه قبل شوي، هذا بعد الجديد. الحين بعد شكله جديد. هذا نحشيه القطن، نخيطه كذا، اسوي بالقلم، اسير عليه بالمسطره واخيطه واكمله واسوي حشيه عاد. ولا هذا ولا قطن مال المخده، بس قطن المخده احسن، هذه تي ثقيله ومكتله. الحين وهذا من وين كنت تجيبينه قبل خله؟ هذا اول في قطن، اول قطن شيره معنا. الحين اللي انعدمت في كل مكان تشوفيها، وتطلع القطن وهاي وردتها، تطلع نرقطه ونضمه، ماشي معنا اكياس ولا شيء، ماشي اكياس، نضمه بكم كذا ونولفه مخرافه بيبه يسموها، بس هذا. ونعاد يوم هذا شلينا منه وخششنا، لها وقت بعد، لها يعني كما الحين يعني في الصيف تطلع الورد، في الشتاء ما تطلع. ما شاء الله. هي ونولف وايد القطن، قطن شيرتها عوده شي. كما كذا الغافه الحين وكذا، وكما الشريش كذا، لا يوم بقصوها ولا تنشر من كثر الامطار معنا. اول ما نزرع شيء احنا ارواحنا، يوم يزرعوا في البيت طماط ويزرعوا يعني بصل، يزرعوا هذه اللي يسموها الحين وشو هذه يسموها وش اللي المال يا لعا الكسبره والقنونس، هذا احنا نزرعه بالبيت. هي يعني ثمرته كله يزرعون ما شاء الله. ولا كل شيء شيار يعني وايده. الحين احنا بنبتدي فيها كيف نخيطها. بتعلمينا؟ هذه بعد بتعلم اسويها شكلها. هذا الحين مروه عقب بعد بنعلمك. هذا المسدس ماشي. تعلمت سهل، وايد سهل شي، لان كلها ادوات بسيطه يعني بسيطه بس عاد الذي ياخذه. والحين انت شفتي وخذيتي فكره. هي فكره بس شوي شوي يعني التجربه الاولى ماشي. التجربه الاولى أنا وأنتي وسهام. هي بنسوي حق سهام بعد وحدة. سوينا ثلاثة الحين، سوينا إحنا من أول ما بدأ البرنامج سوينا ثلاثة بس صغار يعني ثلاث بس. هذه ما هذا وهذه وهذه يمكن ما أنا أي وحدة أنا الصفرة. هي حلوة يعني، حياة حلوة يعني الحمد لله وايد. شو طيبين. جيبي ثلاثة بنوري بنخلي وحدة بعد حق سهام لباكر. حلوين صح؟ وايد حلوين. انت سويتي ثلاثة الحين؟ لا انا سويت، انا ساعدت باثنين، سويت وحدة بروحي بس ساعدتها بعد باثنين. والحين بنسوي نفس هذا. ما شاء الله عليك على طول. لا انتين خدمتين، اثنين خدمتين وبعد بنعلمك ما عليك. ان شاء الله. ان شاء الله. هذه بالحشو نحشيها. هذه لازم نحشيها، بس هذه شكلها جديد صح؟ ما كنتوا تسوونها قبل. لا لا هذا جديد طورتها انا للبنات في المدارس. طورتها لهم. هذا انا عديده، انا عندهم ما يسمونه عديده. أنا بنات صغار. لهم أنا بطور لكم كذا أنا أحسن. قالوا إحنا بعد ما نعرف نمسك الإبرة. فلهم بعدين باللزق. محتفظة في شيء قديم؟ ألعابك اللي قبل، العرايس، مو محتفظة؟ لا ماشي. مع إنه والله أشياء حلوة الواحد ماشي المفروض يحافظ عليها. لا هذه الحين بس تامة بمخي للحين. ألعابي من يوم طفولتي هذه. يعطيك العافية. هذه بعد وايد حلوة، بتعلم أسوي البرقع بعد خاله. البرقع ما عليه. بعد حق عروستي وعروسة مروة. هذه البراقع موجودة. بعد مجهزتنها؟ هي جاهزة. يعطيك العافية خالو، احنا بنرجع بعد مرة ثانية، وبعد هذه للثياب صح؟ لو تسوون بعد ثياب عسى تبدلون لهم صح؟ هي نبدل لهم العرايس. ما شاء الله. نرجع عندك مروة. عواطف دوم يوم تردين لي أبو البنات. الركن هني بس اليوم مو موجوده سهام، ما في بنات، ولكن انا ودائما تقولين ان انا اطلب اوردرات. خبريني عن الاوردر، في لون معين؟ لون بينك بليز. حاضرين حاضرين الحين ببدا اسويها. تسلمين حبيبتي. نرد لكم ضيوفنا راضي وجاسم. راضي، هل توثق بحد من حواليك، شخص توثق فيه فعلا ان تعرض عليه قصايدك علشان يعطيك رأيه الحقيقي فيها؟ والله الاستشارة أو أنك تطلب رأيك يعني فمش غلط، ولكن قبل ما توثق في حد لازم أنك تكون واثق من نفسك ومن قدرتك الشعرية اللي جالس تقدمها. فدائما الثقة بالنفس هي تخلي الإنسان يبدع أكثر، وأنه ما يحتاج أنه يروح لأشخاص ثانيين أو أنه يطلب رأيهم، ولكن الاستشارة مش غلط. يعني إذا كان شخص غالي عليك وشخص قريب، او انك تستشيره مثلا في ابيات معينه او في صوره شعريه مثلا، فممكن انه يوجهك الشخص يقول عندك تشبيه وصور شعريه اقوى من التشبيه هذا، فانت تشطب البيت هذا وتوثق برايه اذا فعلا كان صحيح. اذا غالي عليك وهذا تعرف انه يعني هو ما نصحك هالنصيحه ووجه لك اياها الا لانه يشوفك غالي ويعرف انك عندك الافضل يعني. صحيح. فدائما مش غلط انه اذا وثقت في حد. نعم. ولكن في النهايه الثقه بالنفس هي اهم شيء. اكيد. جاسم، بالنسبه لك هل تعرض صوره او فيديو كليب لشخص مقرب منك وتوثق برايه؟ يعني اذا قال لك هذه اللقطه ما حبيتها او هذه الزاويه في الصوره ما حبيتها، تسمع نصيحته ولا انا لا؟ يوم تصور شيء خلاص هذا هو. بدايه من وجهه نظري دائما اشوف رايي هو الاهم. نعم. كبدايه، لاني انا صانع الصوره. صحيح. فدائما اكون والفكرة. انا انا المصور، انا اللي صانع الصوره، انا الناقد للصوره قبل ما اطلعها للناس. اذا وصلت لمرحله اني انا عرفت كيف اوصل لمرحله الصح والغلط والتقييم، اعتقد اني بعرف شو هو وجهه النظر اللي بتكون للاخر على حسب الادوات اللي عندي. نعم. ان كانت ناقصه او كانت كامله. نعم. شو هي التطورات راضي اللي طرأت على الشعر في دولة الإمارات بين الماضي والحاضر؟ هل في اختلافات برأيك ولا لا؟ في العادات والتقاليد ولا في الشعر؟ والله كلهم مبدعين، يعني اللي في الماضي ما شاء الله عليهم شعراء قدام ويشهد لهم التاريخ قبل ما فعلا نقول أن رأينا فيهم، ولكن ممكن أنها اختلفت الثقافة الشعرية. يعني مثلا ممكن اللي قبل ما كان فيه يعني نظرة أن يعني مثلا المستقبل الحين، يعني الأشياء اللي تظهر الصور الشعرية في الوصف وفي ذي الأمور ممكن هي تكون في الماضي محكورة على بيئة معينة اللي الشخص عايش فيها. نعم. ولكن الحين ما يمنع عن الشخص أنه يعني يعيش في بيئة ويكتب أبيات عن بيئة ثانية. ليش؟ لأنه شاف وتطور وقرأ وثقف نفسه، وهذا الفرق يعني اللي بين الماضي. نعم. والحين. ولكن اللي في الماضي يعني قصايد مجازلة ويشهد لهم التاريخ يعني. نعم. ونوجه والله وندعي لهم من هذا البرنامج ان الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله. امين يا رب. جاسم، دور الإضاءة في الفيديو كليب وفي الصورة هل هو مهم؟ والألوان في الإضاءة مهمة يعني، وخاصة الألوان دور رئيسي في إظهار الصورة ولا لا؟ طبيعي الألوان يعني. أنا يمكن أوجه لك سؤال، بالنسبة للسؤال اللي سألتني أنا بوجه سؤال ثاني، شو اللي هو يوم لا رحتي مكان أو لستي أو طلعتي، وخاص على حسب هذا، ما تختارين ملابس معينة، ما تختارين أكيد. ألوان معينة أكيد، تحسين هذا اللون يناسب هذا الجو، هذا الجو يناسب هذا اللون فعلا. حتى كصناعة صورة دائما الألوان اللي أنا أختارها للفيديو نعم. هي لابد تكون يعني باقتناء نعم. عشان أنا أقدرها. في ألوان صيفية وفي ألوان شتوية وفي ألوان ممكن أنا أحول الصيف إلى شتاء وأحول الشتاء إلى صيف، هذه على حسب الطريقة أو الشيء اللي أنا قاعد أصوره نعم. الشيء اللي شو المتطلب مني إني أنا أصوره بالضبط صحيح. فاليوم اللون شيء مهم، حتى في الفرح، حتى في الحزن. يعني في الحزن نشوف اللون الأسود وايد فعلا، نشوف الناس تركز على ألوان معينة. أنا ما أعرف حتى هاي، يمكن أنا سألت نفسي فيها ليش في الحزن الناس تلبس أسود أكثر، يمكن خاصة العنصر النسائي يلبس أسود يعني يعبر عن الفرح، بالعكس الأسود ولكن ما أعرف ليش. وفي السهرات يلبسون بعد أسود، ترى هي نفس الشيء كذي، بس إيش معنى اختاروا؟ ليش صارت موضة يعني موضة أن الناس تلبس أسود؟ لأن على قولتهم معنى اللون الأسود يشير إلى مثلا اليوم الأسود أو الظلمة أو شيء يعني يكون قريب منه، ولكن هو لون جميل بعكس جداً. الون الأحمر يعني اللون الأحمر مثل ما قلت يدل على الرومانسية وهالأشياء مثل ما قالوا يعني كل صحيح. لون له رمز معين يعني نعم. وتفسير معين. بس نلاحظ بعد اللون هذا ترى هم الناس هم اللي سووه، يعني ممكن أنا أغير هذا الشيء أخليه شيء ثاني صحيح. يعني في ناس تلبس أبيض، في ناس تلبس، الله يبعد عنا الأحزان بشكل عام، أنا ما أبي أطرح لهذا الموضوع ولكل المشاهدين ولكن الوطن العربي. آمين يا رب العالمين. وهم بعد الفرح لها ألوان، الألوان الصفراء، الزرقاء، ألوان هذا، ألوان البحر فيها ألوان معينة نعم. أنا بالنسبة لي وصلت لمرحلة، شوفي على فكرة ممكن أعرف لون الشيء اللي أنت تحبينه من حيث برجك أو اسمك. اوكي، اسمي مروه، شو اللون المفضل عندك؟ خلينا نقول الشهر اللي انت مولوده فيه. شهر 7. طبعا انت الازرق عندك وايد مميز، عندك الاخضر بعد المخرج ياس يقول انا اللون الازرق قلتوا اياه وانا بعد ايده على الكلام هذا يعني انا بعد من شهر 7 مولد شهر 7 فصحيح دائما يعني الالوان الفاتحه تحبونها اكثر، خاصه الالوان البحريه، تحبون البحر اكثر انتم دائما، السماء، البراحات، الاجواء الواسعه تحبونها اكثر فعلا. من هذا نعم. هذا اللي يتكلم عن الصوره شهر 7 ومواليد شهر 7 واللون الازرق، هذه الصوره مو غريبه علي هي نعم. هذا من تصويرك هي صحيح هي جاسم، خبرنا اكثر عن هذا الفيديو. أولا هذا الفيديو أعتقد مدته دقيقة وشوي نعم. هو متنوع، أنا والله يعني كان أنتجته قبل، موجود عندي في انستغرام، بس حبيت أني بعد أعرضه لكم ويشوفون المشاهدين اللي مو ضايفني على الانستغرام، يشوفه عن طريق الشاشة اللي عن طريق برنامج فوالة نعم. فدائما تلاحظين في زوايا، في حركة معينة، طريقة السلو موشن وايد لاعبة بالفيديو نعم. في عمق معين، ومع ان انت تحسين كل شيء له اجواء، يعني مثلا هاي كانت فعاليه كنا مع الهلال الاحمر، وهني بعد هني كان جو الصبح، يعني لكل هناك كان جو الرسم، لكل جو لها، بس كيف ان دمجنا الاجواء هذه بحس واحد، بشاعريه واحده، في رومانسيه واحده. أنا أتمنى لو كنت محطينه مع الموسيقى كان يكون أحلى، بس أنا اللي حبيته في نعم. طريقة تصويرك أن الأشخاص ثابتين وسلو موشن نعم. ولكن الكاميرا اللي تتحرك، الكاميرا هي اللي ستتحرك بالحركة، ولكن الأشخاص ثابتين. أحس أن نوع بالتصوير الفيديو كليبات جديد، وأيضا طريقة في التصوير المسلسلات أيضا جديدة صحيح. أنا بقول لك شغلة واحدة، هذا النظام كثير من الحين وايد مصورين قاموا يمشون عليه وهذا النظام على فكره يعني يمكن الناس استغلوه في الفعاليات، استغلوه في المحافل، استغلوه في بعض الشخصيات، السلو موشن والشغلات هاي. هذا الجو اصلا جوه بالاساس عامه، انا اتكلم بشكل عالمي، هذا جو ويدنج، جو اعراس نعم، فهمتي علي؟ المعاري يسوي يدخلون يوم هذا السلو يبين لك الاجواء الفستان والخواتم والمادري. شفتي كيف؟ فيوم نحن دخلنا الناس شوفي الجزء خذنا الجزء الفرح منه ونقلناه الى شيء ثاني. فتلاحظين حتى نحن في الشغلات الثانيه اللي هي البحر والمعرف ايش والاجواء الثانيه، فيوم استغلينا اللي هي الفكره اللي توصل لحسك الداخلي. صحيح. لان الصوره تختلف، في اشياء كثيره يمكن أن اخذها، زوايا كثيره اخذها، صور كثيره، بس في شيء اسمه حس، وهذا الحس يعني اللي ثبته واللي يعرف له هو الاحترافي. نعم. هو نفسه. في على فكره مو بشرط بعد الاحترافي، ممكن في بعض الناس ناس عاديين ممكن انا اروح اقعد وياهم واخذ منهم، تصدقين يطلعوا لي الحس الموجود في داخلهم، بس يقول لك انا مش مصور، انا ما اعرف. ما يعرف يطلع. أيوة. الفكره. في ناس لهم ذوق، يعرفون يسوون، يعرفون ينتجون، يعرفون يعني هو يتكلم معاك بس ما يعرف ينتج، ما عنده الادوات. فنحن هني من جهتنا احنا كمصورين ايضا كمونتير او مخرجين، نحن ننقل السيناريو هذا الى رجعنا. نعم. للسيناريو نرجع وننتج صوره. نعم. بالطريقه هاي، وتوصل ايضا لقلوب الناس وتوصل لاذهان الناس وتوصل. نعم. لهاي، بس بالطريقه شو؟ بالطريقه اللي نحن نشوفها قريبه واقعيه للناس، ما نعطي الخيال اكثر، لان في ناس اليوم يعني وصلنا لمرحله ان قمنا نستوعب اصلا ايش قاعد نسوي اصلا. يعني قبل كانت تنزل فيديوهات يعني يمكن الناس ما كانت تستوعب شوها بالضبط شوها، لا اليوم والله يعني من بعد السوشيال ميديا قام الناس تفهم. صحيح. قام الناس تستوعب شو اللي قاعد يصير. نظرة. يعني يقول لك ان هذا الفيديو مو بحلو، اصبح عندهم ثقافه ويعرفون في الفيديو اذا هو حلو ولا صوره ناقصنها اضاءه ولا. أيوة. صوره ناقصنها حركه ولا. صح. اي يعني اصبحوا اليوم العالم اكثر ثقافه. زين. هذا الشيء بالنسبه لي كان شيء كنت انا اطمح له من اول بدايتي. نعم. انا كان عندي بدايه وعندي طلوع، في فرق ما بين الاثنين. يعني بدايتي كانت بدايه من الصغر، قلنا من الفطره والى اخره، لكن بعد الطلوع متى كان؟ الطلوع بعد ما كان عندي الادوات وبعد ما انا استثمرت هذه الادوات. نعم. فتم انتاج اعمال كثيره وفيديوهات كثيره والى اخره على حسب ما هو فهمي واستيعابي للفكره اللي الافكار اللي كنت انتجها واطلعها. نعم. لكن لو نوصل لمرحله ثانيه بالنسبه اللي تكلمتي فيه، هذه يبغي لها فكر، يبي لها هدوء، يبي لها روقان، يبي لها ناس يعني تكون يعني اجواءها مختلفه. نعم. عن الناس الاخرين. نعم. فمش جوها صخب وجوها لا، يعني احس ان المصورين هم لابد يكونون ناس معينين، شخصيات معينه لهم ذوق معين، انا اتكلم معه هو يعطيني افكاره، يعطيني اجواءه، يعطيني لهم طقوس معينه. صحيح. فمو يعني ممكن وايد كثير من الناس يصورون لكن مو باي حد. نعم. يعني اللي اذا بغيت شيء حلو منه مو انا اقول عنه مو باي حد يعني. راضي جهز لنا أبيات شعرية رادين لك علشان نكمل وياك في بيت شعر، ولكن عقب هذا الفاصل السريع. مشاهدينا فاصل سريع ورادين لكم، خلكم ويانا. أقول سيدي بالله يا سيد الفرايد، ليت تدري ويش سوت بعيونك، يفرحك ربي وتفرح بالمعايد وحظ منهم اللي لفوا يعايدونك. سيدي بالله يا سيد الفرايد، ليت تدري ويش سوت بعيونك، يفرحك ربي وتفرح بالمعايد وحظ منهم اللي لفوا يعايدونك. كيف قل لي صرت للغزلان قايد، كيف قل لي يا عساهم يفتدونك، كيف قل لي صرت للغزلان قايد، كيف قل لي يا عساهم يبتدونك. انت هالاول وهذه لك عوايد، وان بغوا مثلك ابد ما يوصلونك. كل ما حاولت تعبر بالقصايد، القصايد والجمل ما يوصفونك. الحلاوه والزين في العالم محايد، وانت هالنادر ابد ما يوصلونك. الحلاوه والزين في العالم محايد، وانت هالنادر ابد ما يلحقونك. لاجلكم ببدع جزيلات النشايد، وانت بحور الشعر ما يدركونك. زاد بشوقي ولا قد قلت زايد، وخوف حساد العرب لا يعذلونك. وسيدي بالله يا سيد الفرايد، لا تدري ويش سوت بعيونك. الله صح لسانك. عندي سؤال، لراضي. راضي اختلفت المسميات وضاعت المسميات، اللي هو مذيع، شخص عادي مذيع، بعده يمكن كم من شهر فقط مذيع، أصبح اليوم إعلامي. نفس الشيء أنتم تعانون من هذا الشيء، اللي هو كتب له خاطرة وكتب عن نفسه شاعر وأطلق على نفسه شاعر، أيضا كم من صورة وأطلق على نفسه مصور. ما الفرق بين المصور ضيعتني طالعتك، ما الفرق بين الشاعر وكاتب الخاطرة؟ والله الشاعر الله يسلمك اللي يلتزم بالوزن وقافية، وتكون يعني مقيدة القصيدة بوزن وقافية ثابتة يعني، وتكون موزونة القصيدة. أما الخواطر تكون مثل ما تقولنا إحساس وكلام معبر يعني، والكثير من الناس يعتبر هذه الخواطر ما بأنها قصائد يعني. نعم. وكثير من الناس يعني مثل ما قلتوا يعني يكتبون خواطر وعلى اساس انهم شعراء وكذا، ولكن المفروض ان يعني الفنانين يعني بشكل عام او المطربين يعني انه يعني ما يغني اغنيه ما تكون الا تكون يعني وش مكتمله الشروط يعني، انها تكون مرتبطه بوزن وقافيه وتكون يعني قصيده بمعنى الكلمه. نعم. اما الخواطر فهذا شيء ثاني يعني، تكون ايضا كلماتها لها معنى. صحيح، مو من الكلمات اللي الحين ياسين نسمعها في الأغاني، كلمات ركيكة أحس. والله في شعراء يعني كلمات يعني أن يعني الواحد كل شاعر محاسب على كلامه وعلى الكلمات اللي يلغيها ويقدمها، ولكن المفروض أن يعني الفنان أو المطرب أنه ما يساعده في هذا المجال، أنه يعني أنه يغني كلمات مش موزونة مثلا، أو أنها ما راح توصل للمشاهد بالصورة المطلوبة يعني. نعم. بالنسبة لك جاسم، الفرق بين المصور العادي والمصور المحترف صح؟ أنا وصلت لمرحلة على يقين بأن أنا الشغل اللي أسويه أتخيله ملعب. نعم. فاهم علي؟ الملعب يوم بتكونين أنت في الملعب بتعرفين منو هو اللي يلعب عدل واللي ما يلعب، فيكون باين حتى للجمهور، الجمهور قاعد يشوف منو اللي هو الزين ومنو الشين. نعم. يمكن أنا حاب شغل هذا الإنسان، يمكن أنا أعرف هذا الإنسان، أو يمكن أنا مؤيد هذا الإنسان، بس بنفس الوقت لابد يكون عند الجمهور أو عند الناس اللي تطالعني ذوق. نعم. أنا صح أفتخر بالشيء اللي هو شخصيتي وأنا، لكن أنت بعد لابد يكون عندك ذوق، فاختيارك للشخصية اللي أمامك إن كان شغله رخيص او كان شغله احتراف وايضا في كرياتيف وفي ابداع، يعني بعد يكون بطريقه صحيحه. صحيح. يعني اليوم انا الحين مثلا انا على سبيل المثال وانا قاعد وانت جبت لي شغله بسيطه رخيصه ورديت عليه قلت الله حلو زين، فاذا اذا هو زين معناته ان انت مرحلتك او الليفل مالك كذي، او انت هذا ذوقك، فما تقدر تقول ان لشخص ثاني وتروح تنتقد هذا وتروح تسوي هذا، لان لكل واحد في ليفل معين في الذوق، في النقد وفي الامور في كثيره. ففي فتره من الفترات كثير من النقد كان يوصلني، كثير من الاشياء على فكره ما كانت توصلني على الشغل، كانت توصلني على شخصيتي. نعم. ليش؟ ثقتك في عمرك؟ لأن ايوه الثقه في النفس طبعا الحمد لله، لان انت عارفه شغلك وعارفه شو اللي قاعد تسوينه، ولكن نوصل لمرحلة ليش الشخصية؟ هي ليش الشخصية؟ لأن أنت كيف وصلت لهالمرحلة؟ أنا مش قادر أوصل يا أنت، كيف قاعد تصنع أو كيف قاعد تصور وأنا مش قادر أوصل أو قاعد أصنع، لأن نحن أغلبنا، ما أقول كلنا ولكن أغلبنا الناس اللي أقول عنها ناقص، سوري على الكلمة هاي ناقصة، دائما يرى بأن إذا أنت ناجحة لابد أنا أمشي الدرب اللي أنت مشيتيه عشان أصير مثلك ناجح. نعم. لا مو بشرط، أنا من وجهة نظري مو شرط. إذا كنت أنت مش متخصص أو ما كان هذا مجالك وأنت مش كريتيف فيه أو ممكن أنت، هذا شيء ثاني إذا بتعتبره وظيفة، فما بتوصل للشيء اللي تبيه لو كان شو مستحيل، ففي ناس أعلى منك. نعم. مرتبة وليفل وشغلات. نعم. هذه، فأنا أقول دائما الناس دائما لابد يكون عندها ذوق في الاختيار، هم بعد في الإعجاب، هم بعد في الفيو، في اللايك، في الأمور هذه كلها، لأن شيء مهم. نعم. بالنسبة للشيء اللي نقدمه. نعم. وهذا اللي نحن على فكرة ياسين نواجهه في مجتمعنا. راضي وجاسم، أنا وايد سعيدة أن أنتم كنتوا في استوديو فوالة، ولكن ركن التراث وعواطف تناديكم. تفضلوا حياكم الله. تفضلوا وياكم؟ هي تفضلوا يعني نقوم تفضلوا يلا. لازم دائما شيء ندخل الجانب تمرون على كل اركان الاستديو. خلي حالكم؟ الحمد لله بخير، مبارك عليكم الشهر. الله يبارك فيكم ان شاء الله. تفضلوا. الشاعر راضي والمصور مخرج فيديو كليب الاستاذ جاسم منورينا بقسم التراث. ونبدا مع انتم اللي منورين صراحه بشغلكم الراقي هذا، الشغل الحلو هذا. عيشناكم اجواء التراث؟ لا حلو، انا عجبني فكره، عجبتني فكره الشغلات هذه يعني ما شاء الله، يعني شغلات صدق رجعتنا لقبل وشغلات يحبونها يعني تحسينها وتحس حتى لين الحين فيها عاطفه، فيها شغل حق الاطفال حق هذا وتتذكر كأنه يدو يعني هالاشياء اللي كانوا يسوونها. لا هاي نتذكرها نحن على ايامنا قبل وفعلا نتذكرها الشغل هذا. وكان عندك نفس هالاشياء لان في العاب بعد حق الاولاد، ما بقول عندي ولكن بس شايفينها. اي نعم. فلا الشغلات هذه كانت كنت اتذكر يعني قبل الايام كانوا يسوونها وكيف كانوا يخيطونها وكيف لكن يمكن الطريقه كانت مختلفه شوي، وهاي بعد طريقتها مختلفه اللي هو حق الليله، وهاي احس وايد كانت يعني انا اذكر مختلفه عن نعم العين غير، واحنا كل حد كل منطقه شوي غير، كل منطقه نعم كل منطقه في بعد الماء والبحر صح يعني مثل ما تفضلت. وفعلا كل مكان له شغلته الخاصه. شو الالعاب اللي تتذكرونها من ايام طيبين؟ خلي موضوع حق راضي قدام الالعاب. والله الالعاب يعني التيله والالعاب التراثيه اللي هي القديمه يعني وايد العاب. لعبتها يعني قبل الالعاب الشبابيه هاي؟ نعم الشبابيه. لعبتوها؟ لعبناها والله، لعبناها اللي هي الشغلات والله حتى ما يذكرني اسامي شغلات معينه. ايه مرات الكبه والزعري والوحده. نعم نعم. والتيله نلعبها كذا بخمس. صحيح. ايه ما شاء الله. يمكن مرات ما نتذكر اسمائهم بس نتذكر ان كنا نلعبهم. نتذكر نعم. والطعري والوحده. نعم. ويلعبوا بالعصقه النخله. ما لعبتوها؟ هاي لا سمعنا بها بس. هي سمعتوها بالصور. هذه طفولتنا احنا عشناها. ما شاء الله. هي عشناها العصقه اللي من عويه سويناها سيكل. ما شاء الله. ولا نعرف لا السيكل ولا نعرف السياره بس سبحان الله. ما شاء الله. وهذه الكربه نلعبها يعني نسكت لي هالفه نسكت فيها عشان الولد يسحب الكربه ويمشي رابطينها بحبل قنبار. شوف كان في السابق شوفي بكثر بساطه الاشياء كانت هاي تسليتهم يعني كانت هاي لعبتهم كانت هذا، وبعد كانوا مقتنعين فينا وحابينها يعني وهذا. ومحار البحر نعم نسويه بعد نلعب فيه، نسويه بعد وهوش مالنا وهذا بتسوي لنا مره خلاص. اي بعد هذا مال البحر يبانا والله يبانا شوي يعني نسترجع شويه وايد يعني. عيب بيبكي مرتي وياي حيا ونصور الشغل. تصور الاشياء التراثيه اكيد طبعا. هاي الاشياء النادره دائما لها زوايا معينه، بعدين نادره احنا نتكلم عن نادره يعني ما تصنع لان هي كانت موجوده. فدائما يوم تنقل وخاصه المصور اذا نقل الشيء للجانب الاخر، احنا انا اقول احنا بشكل عام احنا عندنا العرب ينجذبوا له ويعرفونه، ولكن الاجانب خاصه الاجانب يوم يشوفون الاشياء هاي نادره ينجذبون لها جدا يعني دائما انا اشوف لو تلاحظينهم دائما موجودين في الاماكن التراثيه في الاماكن هاي دائما تشوف سياح يعني حتى في المهرجانات التراثيه. والحلو ان هني في دوله الامارات في اهتمام بالتراث، فحتى الاشياء القديمه دائما تشوفها خلاص تعودنا عليها بغض النظر يعني هو نحن محتاجين والله اكثر من ناحيه التراث، من ناحيه ضخ صوره الشغله هذه، الحس الموجود، الموسيقى الاوليه، القاعات، هاي شغلات لابد تنقل. لازم تخدمونها بمهنتكم يعني. الشاعر عندك قصيده تراثيه كلماتها تسمعنا شيء تراثي؟ والله القصيده التراثيه يعني نتشرف انا نكتب فيها، ولكن عندنا قصيده قديمه نسمع غازليه يعني احنا ممكن ان نحتفظ بالقصائد القديمه يعني المفردات القديمه والوصف السطحي يعني ما نتعمق بالامور يعني. بس المصطلحات يعني الكلمات الاماراتيه القديمه اللي يمكن الحين مو وايد نستخدمها تحاول تدخلها بقصايدك؟ انا عندي شغله بس بسيطه، انا ملاحظ عليه ما شاء الله عليه شاعرنا اليوم داخل في الحب يعني كل اجواء شوف اجواء شوفي حتى بالتراث بيدخل الحب هو ما شاء الله عليه. قول لنا قصيده بسمع كم بيتين فيها طالبينها الجمهور، احنا كنا مصورين في السناب شات واحنا جايين ونوجه قالوا في برنامج فوالة عندنا حلقه ذي وجمهور طلبوها وبنسمعهم اياها، لان احنا ما اضاف لنا الوقت ترى كنا نسمعهم اياها، فبنسمعهم اياها بيتين يقول فيها نظرة عيونك تفرح البال وتزيد هرمون السعاده، يا منيتي نضرب بك امثال بالزين يا سيد السياده. الله سوالم صح لسانك صح الله يدينش. واحنا من هذا المهرجان نشكر الامهات والله يعطيهم الصحه والعافيه على جهودهم وعلى كل ما تقدم لنا، والصراحه رجعونا وعيشونا اجواء رمضان الصراحه. يعني تقهووا بعد هالقهوه ام سعيد تقهويت ما شاء الله قهوه البيت تقهووا تفضلوا. استاذ جاسم تحاول يعني بالفيديو كليبات اللي تصورها انك تدخل هذا الجانب التراثي، لانه يعني هذا الفيديو كليب وايد ناس بيشوفونه يمكن داخل وخارج الدوله، فتهتم ان انت توصل لهم تراث دوله الامارات؟ طبعا اذا يعني يمكن احنا شويه الجانب التراثي له صوره معينه له عمق معين، لان التراث اليوم صار حس مو بس صوره. صحيح الحس هذا لابد كمصور كصوره احترافيه لابد يوصلها بطريقه صحيحه. صحيح مو بس انا اخذها لقطه واروح. صحيح لا. لازم توصلها بالطريقه الصحيحه. ومنو اللي ياخذ الصوره هاي؟ منا وفينا. نحن يوم بنتكلم عن التراث اللي بينقل التراث لازم يكون منا وفينا. صحيح منهم نحن اهل البلاد. صحيح اهل البلاد هم اللي يوصلون هذا الشيء، لازم عيالنا هم اللي يطلعون بهالصوره، يطلعون بها، هم اللي يلبسون، هم اللي يسوون. فبتلاحظين سبحان الله ما يعرف هذا الا اهل البيت الا اصحابه، وانا اؤمن في هالشيء هذا، يعني سبحان الله. وحتى اغلب الاعمال عفوا اللي انا اشتغل فيها واللي اسويها دائما تكون يعني مثلا انا بخبرك او انت خبرت تحسين ان في مفهوميه متبادله. صحيح فهمت علي؟ فبتقولي لي والله مكان الفلاني انا وانت بنصير، انا يمكن ساير قبل ولا انت سايره قبل، فيوم برد عليك فاقول لك هي مكلف ثاني شوفي، بتقولي في قطعه وفي شيء وفي هذا هاي كذا من دون ما تقولي لي، اروح المكان هذا اخذ الصوره واسويها وكاني انا فاهم شو اللي تبين انت بالضبط. صح وفي عندك اكيد نظره بما انك صح نظره. ايوه هذه النظره الحسيه اللي تكون قريبه دائما، الناس اللي قراب الناس اللي هذا يعني اللي عايش في صح منا وفينا مثل ما يقولون. اي نعم يعطيكم العافيه وعساكم على القوه، نحن نتمنى لكم دائما كل التوفيق ونورتونا باستديو فوالة. والله انتم اللي منورين وعدى الوقت بسرعه. اجواءكم الحلوه الرمضانيه هذه، وان شاء الله يا رب دائما يعني تكون اجواءنا بالطريقه هذه، ما نتعدى حدود التطور والتكنولوجيا، بس يتم الحس بين حس الترابط، صله الرحم، التقارب، الحب هذا، العاطفة هذه الموجودة. يعني من ناحية حتى كبار السن والصغار الحس هذا يكون موجود في أذانينا نسمعه. شكرا لكم. نعم ونحن نرجع لمروة. مروة عروستك جاهزة يعطيك العافية. شو لون الفستان؟ بينك حبيت. يعطيك العافية عواطف وخلاط، يعطيكم ألف عافية. نورتونا راضي سالم العامري شاعر، وجاسم مساهري مصور ومخرج، نورتونا اليوم في استوديو. الله يطول عمرك. نحن بعد نتشرف. أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، مشاهدينا تريونا باكر بضيوف إن شاء الله يداد في برنامج فوالة في نفس الموعد. في أمان الله.